حزب عبيد غني عن التعريف. داكشي اللي قال لي الحاج عطيف حمامة قالو. وانا كنت باقي صغير، كنت كنتفرج في الكار، كنت كنتبغي الكار بزاف، وكنت كنتفرج في الكار. وجاتها الظروف وليت كنلعب حدا في النادي القنيطري، النادي القنيطري فيه لعابة كبار، كنت كنتمنى غير نتفرج فيهم ونجلس معاهم، حتى وليت كنلعب معاهم. وكان سي عزيز قريب ليا بزاف، لا من ناحية خارج الملعب ولا في الملعب، وكنت كنفهمني كنت كنتفاهم أنا وياه. المفضل ديال اللعابة اللي هما في النادي القنيطري سيرتو هو عزيز، كان هو اللي كيتسقى عني وكيهضر معايا وكنستافد منه بزاف. وعزيز بالنسبة للنادي القنيطري ما استفدتش منه كمدرب، والسيد عندنا حنايا كنز في المدينة وما عرفوش ليه، سيد مثقف عنده ما يقول في التدريب وغني على التعريف ومعروف عند الصعيد خارج الوطن ولا في الوطن. واللي كنتمنى ليا خاص عزيز بوعبيد يستغلوا الخدمات ديالو، لان السيد راه عنده ما يقول وتبارك الله عليه ولا خليه بداتو.